عليكم البنات، ان شاء الله راكم كامل بخير. مرحبا بكم على ديليستو جميله. اليوم حبيت نحضر معكم واحد الوصفه بزاف شابه وبنينه وسهله للتحضير، وهي المشوك. مع قروب العيد ان شاء الله راه على الابواب، حبيت نشارك معكم في هذه الوصفه السهله. باش نديروا هذه الوصفه لازم لي 250 غرام تاع لو بوغ غامولي كيما هكا يكون على حراره المطبخ. لازم لي 3 صفار بيض، تنحي هذاك الابيض باسكو نسحقوه توتالور. ولازم لي نص كاس تاع سكر غلاس، وما نكتروش السكر باسكو راح نعسلوه هذا المشوك تاعنا. اي ان زيست دو سيترون، انا سكرفشت حبه تاع لو سيترون هكذا، مغرفه تاع لافاني، وعندنا تاني مغرفه تاع لا ليفور شيميك، والفرينه بيان سور باش نلمو العجينه تاعنا. هادو هما المقادير باش نديرو الوصفه تاعنا تاع اليوم. اي بان نبداو على بركه الله. دونك انا حطيت ديجا لو بوغ تاعي غامولي هكذايا، ديجا راه واجد. نخلط له هذاك نص كاس تاع لو سكر غلاس، وخدمي فو ترافايي تاع بات هكذايا، دخلي كامل هذاك السكر مع لو بوغ حتى باش نتحصلوا على انتي ميلونج هكذا. انا درت على حساب 250 غرام، وانتم لا حبيتوا ديروا لا موتي ديروا 225 غرام تاع لو بوغ، على حساب نتوما واش راكم حابين ديروا لا كونتيتي. فوالا، حاولي تخدمي كامل هذاك لو بوغ تاعك هكذايا، ومن بعد نديروا هذاك الصفار البيض. مع لو زيست دو سيترون، هذا لو زيست دو سيترون يمد لنا واحد لو غو، واحد لو بارفان ما نعرف كيفاش، تري 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 بون. فوالا، حاولي تخدمي كامل هاد المواد انصومبل. فوالا، نزيدلو مغرفة تاع لافاني، ونبدا ننشف العجينه تاعي بالفرينه. الفرينه على هاد لي كونتيتي نورمالمون يجونا 3 فيغ، هاد لو فيغ توجور هذايا لو ميزور تاعي يجونا 3 ونص هكداك ابي بري. انا دوك نبدا بالعقل ونشوف عيني هي ميزاني، ما تجوش ما يلزمش تجينا العجينه تاعنا ناشفه، وندير لها هذاك الكيس تاع لا ليفيغ. ودوكا تبدا يطمي في العجينه تاعك حتى تتلملك. كيما عودتكم البنات باسكو لا بديتي تعجني فيها انتي غير لمي افيك لي دوا، جوست افيك لي دوا، ما تخلطيهاش ما تعجنيهاش العجينه تاعك باش تجينا بيه مهويه وطريه. فوالا، هاي ليك العجينه تاعنا كيفاش جاتنا، جاتنا هايله. شوفوا كيفاش جاتنا طريه، فوالا الي امبيكابل. فوالا دوكا حباباتي نبداو نخدمو المشوك تاعنا. فوالا حباباتي دوكا نبداو في العمليه تاع المشوك تاعنا. انا رفدت هذاك البلون دوف تاعي تاع اللي كنت حطيته بجيه مقبله، ندير له مغرفه تاع لافاني هكذا وندربو تجينا باش تجينا ريحه لافاني في البلوندور تاعنا، ما تجيناش ريحه البيض. فوالا هكذا. وعندي انا سكرفت درت هذايا اللوز تاعي رحيته خشين فريمون خشين باش يجينا مرمل هكذايا من الفوق، وحكمت عندي لا بالونس على العجينه تاعنا. انا راح نديرهم باش يجوني كامل كيف كيف، راح نديرهم 30 غرام الوحده باش يجونا كامل المشوك تاعنا على كامل على الحبه. ولا هذه فيها جاتني شويه كبيره،
ولا ما عندكش لا بالونس ديري عينك هي ميزانك. فوالا هادي راهي فيها 30 هايلك. انا واش ندير؟ نرميها في هذاك لو بلوندوف تاعي هكذا ونرمدها في اللوز. هذه هي العمليه تاعنا. ونبدا نحط عمليه سهله ومهله. فوالا عندنا هي ميزاننا. هكذا كرري العمليه تاعك وديري في اللوز وتحطيهم بجيه. كي تكملي انا حتى نكمل كامل الحبيبات تاعي نكملهم. ها ملي كيفاش جاونا. فوالا انا نكمل العجينه تاعي كامل حباباتي ونعاودو نولو. فوالا حباباتي ها ملي الحبيبات تاعنا تاع المشوك كيفاش جاونا. وانا واش درت؟ حطيت هاد البلاطو ودرتهم في ليكيسات باش نطيبهم في ليكيسات يجو يشدوا روحتهم ويفون بروندغ هذيك لا فورم ديالهم. خاش درت لهم لا ليفور سافي دير يتنفخوا لنا شويه. وكي نعسلهم باسكو كي يخرجوا من الفوق راني رايحه نعسلهم وهذاك العسل نخليهم لداخل باش يشربوا بعقلهم. يجو غير بالطون هذيك اللي نخرجهم وباش نديرهم في ليكيسات باش نعسلهم صافي باش نربح الوقت. راني حطيتهم في ليكيسات ديجا الافونس. ها ملي كيفاش جاونا انا عندي هدايا. المهم واش عندكم في الدار باش دير له؟ انا رايحه نتقبهم ندير لهم واحد هكذايا امتيت فونت في الوسط باش كي نعسلهم العسل يدخل لي لداخل المشوك تاعي. فوالا ها ندير لهم غير تقبه هكذايا صغيره على حجم تاع هكذايا با بلوس. اللي ما عندكمش تقدري ديري غير كان ستيلو غلفيه بالالومنيوم ولا بالفيلم وديري له ما يقولوا نلقاو توجور لا سوليوشن. فوالا هاي ليك ندخلهم نديرهم كامل نتقبهم باش كي نعسل توتالور تجينا العمليه سهله والعسل تاعنا يدخل في الكاطو تاعنا. فوالا هكذا انا راني شعلت الفوق تاعي على 180 دوغري 180 درجه نحطو يطيب. وكي يخرج انا نكون وجدت العسل تاعي راني سخنتها باش ما تكونش بزاف سخونه تكون بردت لي شويه ونبدا نعسل في المشوك تاعي. فوالا هاي ليك العمليه. جاوني على الحساب اللي عطيت لكم تاع 250 غرام جاوني 32 مشوك. فوالا الله يبارك جاتنا كميه لاباس بها. فوالا حباباتي انا دوك نحطو يطيب ونعاودو نتلاقاو توتالوغ. فوالا المشوك تاعنا حباباتي مني خرجته من الفوق شوفوا كيفاش جانا محمر وجانا الشباب وحكم بلاصتو في ليكيسات. انا واش ندير دركا؟ نبدا نعسلو. ديرولو هكذا عسلوه اون بون كويغا سوب هكذا ديريلو شربيه مليح. ديري اون كويغ او ديبار ومن بعد لا شتيها شربها توت سويت زيدي عاوديلو اون دوزيام كوش. هو قد ما يشرب قد ما يجي بنين هكذا عسليهم كامل. صدقوني جينا بزاف بنين هاد المشوك يجي هايل وطري ويدوب في الفم. فوالا هكذا فوالا حباباتي انا نكمل نعسلو كامل ونعاود نولي ليكم. فوالا حباباتي هاوليك مني عسلتو وخليته يشرب خليته فريمون واحد 10 مينوت راه فريمون معسل وزدت له انكور شويه من الفوق باسكو كي الحلوه تاعنا تبرد تزيدي لها شويه العسل من الفوق جوست بور لا بريونس مي يكون ما يشربوش يقعد لنا باش يقعد لنا بريون هكذا من الفوق. انا عندي هاد لي كونفي تاع لي سوريز قطعتهم على زوج
تحبي ديريهم قبل ما تطيبي، انا جو بريفير نديرهم ابري باش خاش في الفوغ راه مي يتكمشوا لنا ما يجوناش بريون هكذايا شابين. انا جو بريفير نديرهم ابري لا كويسون باش يقعدوا لا كولور تاعهم تقعد هكذاك. فوالا انا دوك ندير لهم كامل هدية بور لا ديكوراسيون. ولا عندك حبيتي ديري لها حبه لوز ولا واش عندك في الدار؟ انا جو بريفير هاد لا كولور، سا لور دون ان بيل كولور مع لو روج هكذا. حاولي ديريها لداخل، ما نحكي لكمش الريحه تاعو هذاك لو زيس دو سيترون اللي درنالو، ما عندي ما نحكي لكم، جات بزاف ريحتو تشهي تشهي فرانشمون. انا نقول لكم لا تقدروا تسيو هاد لا روسيت ما تندموش عليها. ولا حباباتي انا نكمل كامل هاد لي سوريز تاوعي فوق لي جاتو ونتلاقاو في صحن التقديم. مرحبا باتي، هاو لي كلمشوك تاعنا مني حطيته في صحن التقديم هكذا. انا خليته في لي كيسات تاوعو باش يزيدو يشربو. شوفو العسل راهي لداخل، قد ما يطول قد ما يزيد يشرب، راه مازالو هكذاك سخون. قد ما يطول نتوما واش ديرو، خلوه تحبو تبدلو له لا كيسات خلوه حتى يشرب وتبدلو تقدرو. انا فرانشمون نخليه كيما راه ويشرب بعقله ويجيب كي تحبي تعرف دي الحبه تلقايها معسله من الداخل. فوالا حبيباتي هاي لك، ان شاء الله يا ربي تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم. ما بقى لي باش نقول لكم غير تهلاو في رواحتكم، صحه رمضانكم وصحه عيدكم، ان شاء الله تعيدوا بالصحه ولهنا، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.